النرجسي قد يوصلك لهذه الدرجة من التدهور، تدهور جسدك، نعم قد يصل حتى للضرب، للعنف، وهذا قد يسبب لك عاهات مستديمة، جروحا إلى آخره. ولكن ولو لم يكن يضربك، ولو لم يكن يعنفك جسديا، فتلك الضغوط النفسية المستمرة فهي تؤثر على جسدك، على مظهرك، تجعلك تبدين شخصا آخر تماما. قد تنظرين للمرآة ولكنك لا ترين نفسك، ترين إنسانة أخرى. لقد تغيرت يا أختي العزيزة. حاولي أن تأخذي صورا من الماضي وأن تقومي بمقارنة، وسوف ترين هول الصدمة. هل بالفعل قمت بهذا يا أختي العزيزة؟